هسه مرات البعض يسألني ليش مستبشرين خير انه بسيد السوداني؟ انا بعيد عن السياسه ما لنا علاقه بهذا الموضوع، ولكن لا هي نقاش. حتى واحد يكون صادق يعني. كنا معاناة عندنا بالفتيات اللي ينهزمون بيتهم بعد 20 21 22 23 للمرورة لحد ما توصل 50، كون انه اكو ضابط بدار المسنين لازم يلا يستقبلوها. فكان اكو حاجة ملحة لفتح دار لهذا الموضوع، فاشترك انا ذاك كان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، واشترك بقضية انه فتح هذا الدار والعمل على تهيئة ارضية خصبة لمساعدة ايضا، يعني كان الموضوع مو سهل يعني. كان الموضوع هو بالمناسبة حتى وكان في وقت تحدي مالي، وكانت اصابات داعش موجودة بالبلد، وكان اكو مشاكل مالية بوقتها، بس يعني صار تعاون كبير من كافة القطاعات وقدروا يفتحون هذا الدار.